السلام ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد معكم من صفحة اللمحات العسكرية. فيديو جديد باش نحكيو على آخر ما تم نشر على صفحة اللمحات العسكرية. نبدأ. إذا الأخبار الأولانية، نظام التهديف كاتس تارجتينج سيستم التركي خليف للنظام الكهرباء بصري MX-15D، وهو نظام كندي. طبعا كما نعرفوا TB2 أو البرقدار TB2 هي طائرة بدون تركية، طائرة بدون طيار تركية، لكن أغلب المكونات الأساسية اللي فيها هي مكونات أمريكية ومكونات كندية. كما نشوفوا نحن نظام الكهروبصري MX-15D، المحرك أيضا. بعد الحظر وبعد النجاح اللي حققته الطائرة بدون طيار هذايا في الميدان أو في الحرب على أرمينيا، واستغلالها للثغرات التكتيكية العسكرية للجيش الأرميني والإجهاز على العديد من الأهداف البرية كانت أو من المنظومات الدفاع الجوي المعروفة، سواء قديمة ولا جديدة، تور دو، الاس 300 إلى آخره. طبعا تركيا تحاول أنها تعوض الحظر هذايا من الجانب الكندي، تعويض الأنظمة بتاع التهديف، تعويض المحرك بمحرك حسب ظني أوكراني. وطبعا حتى من أوكرانيا مهتمة، وتمت صفقة مؤخرا ب 48 طائرة بدون طيار لصالح الجيش الأوكراني. نشوفوا في الأخبار الثانية صورة حديثة للمقاتلة الكورية الجنوبية KF-X التي ستنتمي إلى الجيل 4.5 كمرحلة أولى، وبش يتم تطويرها إلى الجيل الخامس. كما نشوفوا نحن المواصفات الأولية بش تحمل 7.7 طن من الأسلحة على 10 نقاط تعليق خارجية، المدى 2900 كيلومتر، سرعة 1.81 ماك، ومع أيضا رادار إساءة فيونيكس متقدم جدا. وأول طلعة لها ستكون عام 2022، وتاريخ اكتمال المشروع المجدول 2026. ستبلغ التكلفة متاع المشروع حوالي 7.3 مليار دولار. إذا في الأخبار الثالث ونواصل مع تركيا، تطور نسخة جديدة من برقدار TB3، وسيظهر على في المقدمة من الطائرة هذه مكان مخصص لهوائي للاتصال بالأقمار الصناعية، ما سيسمح بجعل مداها غير محدود سوى بقدرتها على البقاء في الجو. حسب التست الاخرانيين وصلت الى 27 ساعة. اذا حتى من الاوبسيون هذي موجودة في الانكا اس قبل ما تكون موجودة في البرقدار، موجودة في الانكا اس، وان شاء الله تكون يعني تكا اوبسيون دو بلوس في لصالح الجيش التونسي. نكملوا سيدي بن سيدي فيما يخص الحرب الادارة ما بين ارمينيا والجيش الاذري. طبعا كما نعرفوا هنا حسب المدونين وحسب المهتمين بالشأن العسكري، حاولوا يكولكتيو لي زانفورماسيون تيران ويعملوا حصر لعدد الخسائر في كل من الجانبين، بما انه الزوز ما يحاولوش يستعرفوا بالعدد الصحيح او الاستعراف بالعدد الصحيح برابور يعني الخسائر سواء البشرية او المادية. نبداو الخسائر من الجانب الارميني: 185 دبابة، 90 ناقلة ومدرعة، 182 قطعة مدفعية متنوعة، 73 راجمة، 26 نظام دفاع جوي بما في ذلك S-300 والدور، بما ذلك 14 رادار ومنهم جي أجهزة متاع تشويش، مقاتلة سو 25، 4 طائرات بدون طيار ويمكن أكثر، 451 مركبة مختلفة. نتعداو للجيش الأذري: 22 دبابة، وذيك أول ما بدأت الحرب العباد تضحك على التكتيك والتنقلات اللي عملوها يعني بالدبابات، وكانت في مرمى الجيش الأرميني تم استهدافها بصواريخ الموجهة بكل سهولة. وبعدها أذربيجان بدأت تدارك في الأخطاء والليفاي التكتيك اللي عملتهم. نكملوا: 41 مدرعة ونقلة شنود، 11 طائرة صغيرة بدون طيار AN2، طائرة هليكوبتر، 25 طائر بدون طيار، أكثر في 35-40 طائرة بدون طيار، 24 مركبة. ما تنسيوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وخليكم في أمان الله. باي باي ناسكم.